لا تنفك افه الفساد الحكومي تتسع رقعتها في العراق بعد ان استنزفت مقدرات البلاد واتت نيرانها علي قوت المواطنين ولا سيما الفقراء. 400 مليار دينار عراقي هي قيمه الاموال التي سرقتها وزاره التجاره بحسب لجنه النزاهه النيابيه في صفقه تجهيز ماده الطحين وبعض المواد الغذائيه الاخرى خلال الاشهر السته الاخيره من العام الماضي. عقود السلة الغذائية الخاصة بوزارة التجارة هي إحدى أبرز منافذ الفساد لديها، إذ تؤكد مصادر برلمانية أن قيمة الفساد في تلك العقود تصل إلى نحو 152 مليون دولار شهرياً. أما عن طبيعة هذه السرقات فتحتسب الوزارة في عقودها أحقية 41 مليون عراقي في الحصول على المواد الغذائية، على الرغم من أن 21 مليوناً فقط هو عدد المستفيدين الحقيقيين، نظراً لوجود أسماء محجوبة بين الموظفين وأفراد القوات الحكومية وفئات أخرى. لم تكتف الوزاره ببوابه الفساد الواسعه هذه لاستنزاف الاموال وسرقتها بل رفعت شركه توزيع المواد الغذائيه التابعه لها قبل اشهر قليله تكلفه حصه الفرد العراقي من سله مفردات البطاقه التموينيه في العقود من سته دولارات الى تسعه من تلقاء نفسها ودون الرجوع الى رئاسه الحكومه في بغداد وفق مصادر برلمانيه وبالتزامن مع الاتهامات البرلمانيه الواسعه التي وجهت لوزاره التجاره بشان صفقات الفساد الكبيره وشرائها مواد غير صالحه للاستهلاك البشري، كشفت هيئه النزاهه عن وجود اكثر من 261 طنا من ماده الرز التالف في مخزن واحد فقط تابعا لوزاره التجاره في بغداد بعدما غمرته مياه الامطار دون اتخاذ وزاره التجاره اي اجراءات في هذا الصدد وفيما تتعالى احيانا الاصوات المطالبه بضروره تحويل مواد الحصه التموينيه الى اموال توزع على المواطنين يقف شبح الفساد عائقا رئيسا يحول دون تحقيق هذه الفرضيه التي لن تخلو بكل تاكيد من نوافذ جديده للسرقه في ظل تولي حكومات تتعهد بمحاربه الفساد باجراءات ظاهرها الاصلاح وباطنها الدمار وسط استمرار نزيف الدينار العراقي وتراجع قيمته امام الدولار